لقينا جهاز مالي سري. الجهاز المالي السري هذا كيفاش كيفاش ممتد في شركات مكونه شركه في هذا في ملف نجح مش حاب الحاجه الطيب، شركات تجاريه بما فيها مطابع، بما فيها شركات اسفار، بما فيها شركات في الاستثمار العقاري، فيها قيادات عليا في حركه النهضه، وبعض القيادات السابقه اللي كانت تتحمل في مسؤوليات في امانه المال داخل حركه النهضه. ثم بنوك بعينها تتحط فيها الفلوس، ثم شبكه بتاع جمعيات، شبكه جمعيات مربوطه بالشركات خاصه شركه استثمار العقار. الديكلاراسيون تاعك باش يقطعوك سبير، يلا كمل. مش مشكله، انا مش سب فيهم، انا احكي لك على المحاضر. هم يديكلاروا سبير، انا هبط محاضر. هم يجبدوني نهبط لهم محاضر، عندي المحاضر انا. انا نحكي من خلال المحاضر. يجبدوني نحط لهم، نبدا في نشر المحاضر كما هي موجوده واعترافاتهم وحكاياتهم ورجالهم ورجال اعمالهم والموقوفين واللي في حاله صراع واللي في حاله فرار، وتقرير تقرير تقرير اللجنه الماليه نتاع البنك المركزي، نهبطوا لهم. كشفتم على أرقام مالية ضخمة وعلى جمعيات هي من تشرف على تمويل مخططات حركة النهضة، أيضا الانتخابات، أنستالينجو وغيرها من القضايا. خذني على حد عقلي فسر لي بشوي بشوي. شوف، نحن نعتبر أن الجهاز السري بتاع حركة النهضة هو إلى جانب الجهاز التنظيمي، ولا غرفة العمليات، قاعة العمليات الخاصة اللي كانت مخفية. ومعناها كي خرجنا الأورغانيغرام يعني التنظيم الهرمي، نلقاو رئيس الحركة هو رئيس الجهاز الخاص أو الجهاز السري. معناها هذا مكتوب موثق عند في محجوز مصطفى خضر. بعد ليك بدينا نكتشفوا في تفرعات نتاع الجهاز الخاص، لقينا جهاز مالي سري. الجهاز المالي السري هذا كيفاش ممتد؟ في شركات مكونة شركة في هذا في ملف نجح باش حاب الحاج الطيب. شركات تجارية بما فيها مطابع، بما فيها شركات أسفار، بما فيها شركات في الاستثمار العقاري، فيها قيادات عليا في حركة النهضة، وبعض القيادات السابقة اللي كانت تتحمل في مسؤوليات في أمانة المال داخل حركة النهضة. أكوردو؟ معناها كيما عبد العزيز سليمان اللي هو معناها كان أمين المال بتاع حركة النهضة، واكتشف اليوم موقوف من أجل معناها مسائل تتعلق بالتمويل، ومسائل تتعلق باستعمال وتبييض الأموال. كما الجمعيات الخيرية، جمعية مرحمة، جمعية تونس الخيرية، جمعية النماء، هذوما كلهم تم ضخ فيهم مبالغ معناها تتجاوز المليارات، بالمليارات معناها 16 مليار و10 مليارات و2 مليارات ونص و850 مليون، بالمليارات ضخت مبالغ من الخارج، دخلت من الخارج. قال شنو؟ قال للعمل الخيري. والعمل الخيري كيفاش يصير؟ تصير ثم شبكة، ثم بنوك بعينها تتحط فيها الفلوس، ثم شبكة بتاع جمعيات، شبكة جمعيات مربوطة بالشركات خاصة شركة استثمار العقاري. نلقاو أنه إحدى شركات معناها كان عندها مشروع لبناء منازل اجتماعية لبعض التونسيين معناها من ذوي العوز معناها الفقراء، وجابوا مقاول ومقاول متاعهم. دونك كانت ثم شبكات معناها مرتبطة ببعضها البعض، كان ثم شركات متاع ديجيتال، معناها شركات متاع الإعلام متاع شبكات التواصل الاجتماعي، شركات تستثمر كما نحكيو على ستالينكو. ستالينكو مربوطة مباشرة معناها بال 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 بالذراع الدعائي لحركة النهضة، معناها صفحاتها ودنيا، وتم تمويلها من خلال بعض الجمعيات اللي كنت نحكي لك عليهم. بديكلاراسيون تاعك باش يقطعوك سبير، يلا نكمل. مش مشكلة، أنا مش سب فيهم، أنا نحكي لك على المحاضر. هم يديكلاروا سبير، أنا هبط محاضر. هم يجبدوني نهبط لهم محاضر، عندي المحاضر أنا نحكي من خلال المحاضر. يجبدوني نحط لهم، نبدا في نشر المحاضر كما هي موجوده واعترافاتهم وحكاياتهم ورجالهم ورجال اعمالهم والموقوفين واللي في حاله صراع واللي في حاله فرار، وتقرير تقرير تقرير اللجنه الماليه نتاع البنك المركزي، نهبطوا لهم ويتفضلوا يحكم على مع الوثائق. انا بركش موجود انا ولا هذه ملفات، ونحن طلعنا ملفات وهذه معلومات موثقه. يحبوا نهبطوا لهم نهبطوا لهم، ما عنديش حتى مشكله. وهذه ملفات تتعلق بأمن الدولة، مش تتعلق بأمني الخاص ولا بقضايا الخاصة. الأموال هذه هل استغلت صراحة في تنفيذ الاغتيالات وفي الانتخابات وفي توجيه الرأي العام؟ هذه أموال مشبوهة، أموال من الخارج
معناها اليوم معناها كي تدخل برشا فلوس ها بشكل غير مبرر، الفلوس هذه ما تكون كان عندها غايات اجراميه، ما تنجمش تكون فلوس نظيفه. كورتو كيفاش تصرفت هذيك؟ ثم قضيه تحقيق وثم دوسيات محلوله وناس تبحث وتو كل وتو كل يقع اثباته، لانه شوف معناها تطلع ولا تهبط البلاد هذه فيها دوله، والدوله هذه لا تسمح لك بالتعامل اي معامله الا عبر المرور عن طريق الاداره وعن طريق الوثائق وعن طريق تعريف بالامضاء وعن طريق التسجيل وعن طريق دونك معناها تحب ولا تكره، هما ما كانوش يعرفوا الدوله وما كانوش فاهمين الدوله، ها حصلوا في الشبكه نتاع الدوله لانهم كانوا يعتقدوا ان الدوله هي عمليه الحكم وانك تشد الكرسي وتقول فلان اعمل وتحط فلان في المنصب الفلاني، ما يعرفوش اللي الدوله يسموها الدوله العميقه، الدوله عميقه بار ديفينيسيون بطبعها. في ملف فتح ضم طبعا اللي احنا نتبعوا فيه باعتبار المعايير بالمساله هذه، وقت نجيو للمسبه نلقاو ثم دراسه محجوزه مستخدمه حاول استعمال النسبة في عملية التربية، دراسة كاملة. كيفاش تركب، كيفاش تسوق، كيفاش تطلق نار، وشكون السيد اللي يسوق شو يعمل، واللي دراسة كاملة وهذه تم نشرها، وتوا نشروها مستقبلا، خاصة وانه عمليتي التربية نتاع الشهيدين تمت بنفس الطريقة نتاع الدراسة اللي محجوزة في ولا اللي اكتشفناها في محجوز مستخدم، اللي هو عنصر معناها قيادي في حركة نهضة واللي نلقاوها كشف اخر كشف تاع مكالمات هاتفيه متصل على اتصال يسرو في راشد غاروشي، قالوا له انت ما تعرفهمش، قال خليها معك وانا نسمع به خاطر هو من حامه وانا من حامه ولد بلادي. هذه في اخر بحث. قالوا له ماذا تفسر وجود 13 مكالمه لقيناهم في هاتف نصف خضر مع ارقام الهواتف الزوز نتاعك انت. قال مرة للمعايده هو كان 13 مكالمه للمعايده. 8 ولا 9 مكالمات نهار الاعتقال، منهم يجي 10 مكالمات هاتفيه نهار تغتيال الشهيد محمد ابراهيم، منهم تقريبا 30 ولا 35 مكالمه هاتفيه ما قبل وما بعد وايام اغتيال الشهيد شكري ابراهيم ما بين مصطفى خضر وكمال البدري المشرف على الهراسه نتاع راشد الغنوصي رئيس حركه النهضه. مازالش كلام بعد ذلك. اليوم نحن في هيئة الدفاع حبينا نقولوا اللي 10 سنوات من الجهد وعشر سنوات من المثابرة من بيرسيفيرونس ومن التمسك بحق الشهيد وحق رفاقه وحق عائلته، ها راهو ما احناش في وارد الصراع الايديولوجي، نحن في وارد كشف كل الخفايا وكل الخلفيات مهما كان نوعها التي كانت وراءها اختيار وتصفيه الصوت العالي ذلك الشخص الذي بدأ في حصارهم الشهيد شكري ابراهيم.